خلينا نروح معاكم لانجلترا ونروح لزوجه الراحل طبعا السيده ميرفت القفاص. يا فندم صباح الورد. صباح الورد عليكم. لو تلاحظي حضرتك من واحنا من ساعه ما بدانا في ذكرى العظيم عمار الشراعي ما قلناش احياء ذكرى، لان طول ما احنا بنتكلم ونتفرج هو كل اعماله في ودننا، فهي مش احياء للذكرى على قد ما هو احتفال بذكرى العظيم عمار الشراعي. ربنا يخليكم. طمنينا كده حضرتك بتحتفل ازاي؟ بتسمعي اعماله؟ اكيد طبعا في حاجات كتير مشتركه بين حضرتك وبين الراحل العظيم، بتحتفل ازاي النهارده؟ بص يا احمد، هو انا كل ايامي بحتفل بيه وكل ايامي بسمعه وكل ايامي بتفرج عليه، يعني مش النهارده بالذات يعني. صحيح. وانا هنا في انجلترا لانه مراد بيدرس هنا سنه ثالثه السنه دي وقرب على الامتحانات، فعلشان كده انا معاه، واحنا الاثنين بقى يعني من امبارح فتح الفيسبوك والانستجرام وقاعد يشوف هيحط ايه وهيعمل ايه بالنسبه للاحتفال يعني. تحبي تقولي ايه النهارده حضرتك؟ يعني لو هنقول رساله كده من حضرتك من مدام ميرفت، تحبي تقولي ايه؟ يعني هقول له انت مصدر سعادتي ولسه مصدر سعادتي لحد دلوقتي حتى بعد وفاة ست سنين. مصدر سعادتنا كلنا. ربنا يخليك. كان في محطات كده في حياة العظيم طبعا الملحن عمار الشريعي، محطات مهمة في حياته، وكان في اهتمام خاص منه بالأطفال، صحيح؟ اه طبعا، كان فترة من الفترات عمل حاجات كتير للأطفال، يعني في كبار دلوقتي اتربوا على اغاني عمار، اغاني عفاف راضي، اغاني صفاء ابو سعود، يعني عمل حاجات كتير قوي قوي للاطفال. يا ريت تهتم ان احنا نذاعها. يا ريت يا ريت، احنا نفسنا في الموضوع ده يرجع تاني. مدام ميرفت، يعني احنا مش عايزين ندخل في تفاصيل قوي، بس انا عايزه حضرتك تحكي لي يعني اكتر موقف مش قادره تنسيه، يعني كواليس حاجه معينه، عمل معين دخل فيه وكنت حضرتك بتشاركي برايك بارائك، يعني عايزين حاجه موقف انت مش قادره تنسيه لحد دلوقتي. ده طبعا ان كل مواقف حضرتك اكيد مش ناسياها، بس في حاجات بتبقى معلمه معانا كده. بصي، يعني حياته كلها كانت مواقف، وحياته كلها كانت فن وحاجات حلوه، ف يعني مش قادره احدد لك موقف معين. لكن في الحياه بقى، كان يعني لو قلنا اكتر حاجه اثرت فيه، كان ولاده مراد مثلا سنه 98، دي في كانسان يعني، مش كفنان. الابوه عملت كتير قوي في عمار، يعني تغير. هل يا فندم مراد بقى في حتى على الاقل الودن الموسيقيه، هل رايح لاي اتجاه ناحيه المزيكا؟ هي بس الودن الموسيقية، يعني بيسمع مزيكا، بيقدر الحاجات الحلوة، لكن ما خدش الموهبة. بابا كان عنده الموهبة من هو 6 7 سنين، كان بيألف مزيكا. لكن دي جينات بقى، وما خدش الجين ده، خد حاجات تانية. طب مراد بيعرف يعوم كويس؟ عشان بابا كان سباح ماهر. لا، كان بابا حريص جدا ان هو يعرف يعوم، وهو اللي كان بيعلمه العوم وهو صغير. من الحاجات اللي مراد خدها من بابا حبه للتكنولوجي، يعني للتكنولوجي. بابا كان بيحب قوي الاجهزه الجديده والكمبيوتر، ومراد اخذ منه دي، ودلوقتي هو بيدرس هندسه كمبيوتر. ربنا يخليه لحضرتك ويفرحك بيه دايما ودايما كده. وعايزه اتطفل واشارك حضرتك النهارده الاحتفال، هتسمعي ايه تحديدا النهارده اللي عظيم عمار الشريعي؟ عشان هسمعه انا كمان، عشان كلنا نسمع النهارده حاجه معينه، بتفكر حضرتك بحاجه معينه او بحدث معين للعظيم عمار الشريعي؟ لا، انا بحب اسمع صوته وهو في شجن في نفسي بين ضفايرها. هو كان بيموت في مصر، كان بيعشق مصر، فاغانيه الوطنيه اللي عملها وصوته، يعني بحب اسمع صوته بعد النهارده. واحنا محتاجينها فعلا الايام دي، فعلا ان احنا نسمع الاغاني الوطنيه اللي كانت بجد بتحفزنا واجد دي بتشد العزم. كل الشكر للسيده ميرفت القفاص زوجه العظيم الراحل عمار الشريعي، تمنيتنا بالتوفيق طبعا لمراد ابنه في الامتحانات، وربنا يوفقه ويكرمه ان شاء الله، ونطمن عليه كده باذن الله. يا رب ان شاء الله دايما.